السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أستاذ أنتم وش حالكم؟ ما شاء الله ياك لباس؟ لا خير تبارك الله. ما شاء الله. شو ماسين مع ولادة الشتاء والسمر؟ تبارك الله زين. شبه بعد اللي شبه الولاد قالوا بها اللي السمرة اللي دارين اللي دكتور شيخ وش حالكم؟ ما شاء الله. لا لباس؟ حبيبي. لا خير؟ الحمد لله. بابا أنا وش طايح؟ ياك لباس؟ ياك لباس. إن شاء الله تبارك الله على خير الحمد لله. فتبارك الله على خير الحمد لله. كنا فاصلين فيه. بعدين توفينا بين الحمان. الله يبارك علينا إن شاء الله عليكم. جماعتنا الليلة إن شاء الله كيف ما تلاحظ الناس كاملة يتعود لها جماعة من المدارس الأدبية المختلفة ما شاء الله، ومن خيرة الناس اللي تتكلم عن الأدب من فتيانة الموريتانة اللي مناعتين واللي مبرزين في المجال. الأستاذ دنبل. نعم. شو ماسي عندكم موضوع الحث على الأخلاق الحميدة من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومجازاة المحسن على إحسانه ومعاقبة المسيء على إساءته، اللي هي وتيرة عالية مشي عليها مجتمعنا من 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 الحث على هذه الخصال الحميدة وفي إطار التوجيه وفي إطار وفي إطار السنة الحميدة اللي مشاوا عليها السلام. هذا الموضوع ما فقني تماما، واللي عنه هو شبه الشجاع اشتد اخباره، اللي الادب كامل وقاع الادب الحساني بصوره خاصه ركز بصوره ما هي عاديه على الحث على مكارم الاخلاق تستمد منه كامله معروفه، واذا قاع ما هو ما هو ما هو خاص به هو وحده لولا خصال وسنه الشعر وما درى بغات العلا يعني تؤتي المكارم. وياسر في ياسر في الشعر الحساني الشعر الموريتاني بصوره عامه توجيه لينير الطريق للناس الكبار والناس الصغار، وخلال الكلمه مولي جميله يخلط مثلا جمال الكلمات وزمورية اللي ما يقول بيهم ياك تحصل الفائدة. يعني موضوع أنا زين عندي تماما. دكتور دكتور الشيخ الدومان. شكرا. والله الموضوع فعلا مهم، الأدب كيف تعرف مرآة المجتمع، يعني دائما يعكس واقع المجتمع. غير احنا مولي عندنا خصوصية هذا الموريتاني ان اسلافنا هذا صبروا على هاي التراب وعلى الظروف الصعبة إلا بالقيم ولا بالأخلاق، ولا كان يجسد أساسا من خلال من خلال أدبهم من خلال شعرهم. برنا فيه ونعرف أن الشاعر المثقف المغني يجيب مارسه هون زي التراب سلطة المثقف على مدى قرون، معناها كانت عندهم سلطة حقيقية الناس خايفة منهم وهايبتهم وتستنتج ذاك اللي يقول. من درجة تصنيفكم لهذه السلطة؟ كانت السلطة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة؟ وأهلين لا تعود هي السلطة الأولى، لا كانت تعود هي السلطة الأولى، لأن السلطة تمارس على 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 فئات المجتمع كامل. يمكن نتخيل لهم انه يمارسوا السلطه هما على فئات اخرى هي تمارس عليهم، تمارس على فئات المجتمع كامل وموجهته كامل بكليته. موجهته كان بكليته، ولذلك قطعا ادب ولغنا بالذات قطعا يلعب دور اساس خلال قرون في توجيه بوصله هذا المجتمع شور قضايا الكبرى وشور الاخلاق وشور القيم وشور الدين والحث عليه الامور، ولعب دور اساسي. وقدوا على كل حال نستفادوا ذاك. استاذ بوفان احد اهم رواد المنطقه اللي هو من هو المدرسه اللي يمثل اللي هي مدرسه غنية بالادب وراويه من اكبر الروايات، قد يعود ما قطش بر حظه حتى من الاعلام غير دور الجمايع اللي ذنبتهم وتنعرف على حضورات تلك الناس اضافه جانبه الفني اللي ما شاء الله محظوظين مرموق محظوظين بوجوده معنا الليله. اخواننا بينا ان شاء الله. ايش ما سي عندكم يا ابو فال الموضوع الليله؟ الموضوع الليله كان زين حتى كان لابد منه بالنسبه لي. لابد منه، لابد الناس من تعود تعرف قيمها واخلاقها واللي كبرها واللي سقرها. كيف قال لك الاساتذه؟
كانت الناس صهرت في زمن ذيك الساعة 200 على القيم وعلى الأخلاق وعلى الشيم وربات عليهم الأجيال اللي الحمد لله ما زال أثارها مبارك الحمد لله عندنا. صبروا عليه صبروا عليه ذنوبة صفرة نوبة صفرة خليك نوبة صفرة قبال نوبة صفرة حتى وفي زمن مثلا ساعة الشيم قلال والأخلاق قلال ومسائل الحال ما هو متقاد وشاهزين بعد يلحقون اللي عرفونا بعد بذاك اللي كامل كان عنده والله لأن ما يقدر حد يقول فيه شيء على الموضوع ما يحد يقول فيه شيء إلا هو اللي يعرفنا نعود دائما قاعنا يرشع عليهم نعود دائما هو في سبيل الخوض في المجال ما تقدر تجيب أرواقيش من مجتمع ما هم منه تضرب بهم الأمثلة على مجتمع منه ولا تقدر تجيب قبائل ما هي من قبائل المجتمع وتتعدلها إسقاطات على المجتمع بيد المجتمع عنده بصمات وعنده خصوصيات وعنده أركيولوجيا هي اللي تعتمد بأدواتها هي المحلية وبأصباغها وبرطوشها على استكشاف واستنطاق هذا التراث المادي والتراث اللامادي وبالتالي يعيوك سترولك شمنار واقيش يقولك تم شفناكم في جماعة والله في محاضرة والله كذا ركزتوا على الفلانيين والله ركزتوا على شريحة معينة والله ركزتوا على كذا هي ما خارج الشريحة من المجتمع ما فيها الناس اللي حملت القيم ولا خارج الشريحة من المجتمع ما كانت حصن للقيم وكانت حاضنة للقيم اللي قل شنو تنجبر مادة متوازنة اللي يتكلم عن هذه الأخلاق وهذه القيم في كل مادة من المجتمع باللي لعات ينقال عنها في مادة من المجتمع هي ما لا ينقال عنها في مادة من المجتمع ما هو بلسان مادة من المجتمع وبأدوات مادة من المجتمع شمل حق هذا الأمير اللي السلطة عنه قد يعدل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمرازبته معاه ووزراءه وموجهين وهؤلاء الموجهين وهؤلاء الوزراء اللي هم لسان حال الأمة هم اللي يأثروا فيها هم اللي كل شيء منها هم اللي وصلوا هو ليك المرحلة بيلي هو رقاش ما يقدر يعود رقاش كون لين يعود رقاش ولا يقدر تم تروقيش ولا يعود انه مثلا رقاش ما هو بار واقيش الثاني ما خارك حد يعد يتم تروقيش فعلا ما يقدر يعود رقاش بركات صالح فعلا رقع قارشتهم سالم شفت هذا الأدب هذا الشعر يعني الشعر دائما ما نجبر مناسبة ما نبهت على عنه ولا أحد إنه مظهر من مظاهر الأدب يغير بعد اصطلاحا مسمينه الأدب أنا والله اللي عن الأدب هو كان الحاجز والله اللي كان مدافع عن المجتمع في زمن ما في السلطة مركزية عامة بالعام فماتية بعد مؤسسات تقليدية ساعتي. مهمة وقامت بدورها يغير ما يتصور عن ضعيف اللي لا حول له ولا قوة حاميه من الناس اللي يمتم منه الناس اللي مسلحة ما هو العس من 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 الغنى العس من الهجاء والطمع في المدح فما الدين وفم غير المروة فما كامله غير هذا لابد من تشمط العس من الغنى الشعر المدح وهو الملود له والهجاء هو المعسوس منه وكي تعرفوا اللي يلعب دور الغنى المدح في تراتبية المجتمع الله 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 نحن باركنا عرفوا الناس اللي خلد لها التاريخ شيء لا ينفت منهم إلى يوم الآخر رجع راجل واحد يعود من مجموعة قط بعض أخلاق مغني وقال له شيء من الغنى الزين وعاد ذاك باركته جارة طرف عليك المجموعة كاملة واللي ومره مصلين ماهم مطارحين معها راي يقع قد يقعد شيء عندهم يغير ونفس الشيء عكس مدة متعدلة كاملة ويقوم حد منها ويعد يسبب الراس وقويف والله طليعة والله بويتات ولا يضيع ذاك الاسم بصورة عامة إذن عن هذا الرادع الاجتماعي اللي كان خالي هو الأدب وفي ذاك خلقوا أدباء شهيرين
بالتوجيه والنصائح وخلقوا واحدين شهرين بالفخر. وكل قطعة شعرية سواء كانت فخر والله توجيه والله حتى والله هجاء والله قاع حتى غزل يقدر يفهم يقدر يستخلص منها مجموعة من القيم تعني المجتمع كامل. اللي خارج التوجيه المباشر يعني نوجه فلان نوجه رقاش نقول له عدل وعدل وعدل، غير خارج التوجيه ما هو مباشر نقول عن زين بعد حد عدلك كذاش وكذاش وكذاش ذاك 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 المجتمع كامل والنماذج ذاك ندورون نطرقوا لها. لا ثني على اللي قال استاذنا الكبير حقيقة عن استضافتنا معاها مشرفتنا غير معلقتنا يا دكتور لا معلقتنا حتى لا تو ماكم ضيوف هاي جماعتكم هاي جماعتكم. بالتالي على كل حال فعلا كيف بدأت قبيل أن ثم سلطة سلطة كبيرة مارسوها الأدباء ومارسوها الفناني على المجتمع كامل، وكي قال استاذنا هي اللي قنات المجتمع بجهاته كاملة رغم تباعد الجغرافي رغم ذي الناس بعد الناطقة بذي لهجة هي الحسانية كان مقاني هلال الفن وذي الغنى وكانت تلك السلطة ممارسة. وكي قلنا وذي رواية أنا ما نمل منها من تكرارها بي اللي مهمة عندي من خلال جماعتنا هذه وجماعة الكيفة والمناسبات الكيفة إنها تم تنقع نحن يا الله أولادنا هذا وأخوتنا الأصغر منا يعرفونهم ما هم قطعة من جدر ويعرفونهم بس لافهم وبوايدهم متعدلين ويعرفون هذا المجتمع كي قلنا لقرون على هاي الترى حاميهم دافع عنها ومزقاني هو من نفسه بقيم وكبير ولا يا الله حد يعقه ولا يا الله يطيح من عين حد. ونعرفون مجتمعنا هذا اللي عاش في الصحراء اللي قاسية وفي ظروف صعبة واللي عاش متنقل على ظهرة الحيوان شكل استثناء في تاريخ البشرية بهذي المجتمع الوحيد إن قال إن الحضارة شرطها الاستقرار المجتمع الوحيد اللي متنقل ومترحل وفضاء من البدو وعدل معاك حضارة عالمة وخلانا آلاف الكتب الزينين والدواوين الشعر الزين وخلانا الفنون التشكيلية الزينة والصناعة التقليدية الزينة وخلانا ظواء الزين والمتطوع وخلانا الأمثال الشعبية وخلانا الفولكلور والرقص وهذه اللي هي الحضارة وخلانا القيم المجتمع ينبته يفخر ولا يكسح ويا الله أولادنا وأخوتنا الصغار وجيالنا اللي هيجي عاقبنا تعود عارفة وحاسة بي وحاسة أن المجتمع متين وحاسة مع الأسف أطرات في الفترة الأخيرة قيم استهلاكية وافدة وفدت على المجتمعات كاملة وبدأت المجتمعات تخسر ومنها مجتمعنا. إنك القيم بدأت تضعف وبدأت تحل محلها قيم جديدة وافدة بدأ يخسر تخمام الناس. إحنا كنا مجتمع مانع وكنت ترى الراجل من المجتمع اللي ما في شكرة فم الحمية غيره صح من البار الشارب ولا لامته أخلاقه ولا يشافته كبيرة عنده نفسه وبقيمه وبدينه وبمروته وعنده شيء عاتن عليه ومقوم. هذا مهم من مدى التم حاسة به والتم عارفته وهذا كان لسان حاله وكان اللي معبر عنه واللي وصلونا احنا واللي حماهم واللي في ذيك الفترة إلا لدب ولا التوجيه. وبالتالي هاي الرأي بعض اخترتنا نقولها. هو سبحان الله عن هذا الموضوع اللي هو موضوعنا الليلة يجبر في الفخر ويجبر في الشكر ويجبر في التهيدين والله ويجبر في نواحي والله مناحي من الرذاء الغزل والله وفي الرذاء والله به اللي شو الفخر ما خالق مدر لا يفتخر مغنيها والله فارسها والله فتاها والله عالمها ما هو شو قلت صاحبة واللي رازق والله فخرهم أنا واليدالي والماح الله لا يفرق لا متنمت كاشي كانت تترو للواح فم يشير برقنا معناها عنهم هما هذو مفتخرين بتميزهم في العلم الله تبحرهم فيه الله الله وعن عندهم قصب السبق فيه الله وهو قولت والبونة
ونحن ركب من الأشراف منتظمون يشلوا العصر قدرا دون أننا قد اتخذنا ظهور العيسي مدرسة فيها نبين دين الله تبيانا. إلى قال واحد آخر ما قط شاعر جولانا ولقط سلطان حمانا وجار سكانا معانا مدافع منين يسلوا ما قط عربي نقلانا والموت نحتلوا بلو وبذاك تشهد القبائل في منين عنا ينشلوا وتعود وغرت القوايل القلوب يمشوا ويولد هذا وعاء وحاضنة القيم ذنبتها. ولا قال لأخر ما قط شبنا ذمامة ما قط شبنا عداوة في صديقنا وهلنقاو اللي تحت الكساء والشرف في لامتنا خلصوا بالحلاوة وتعود كذا معناها عنهم هم هذو يطرحوا صفة مجتمعات كانت قائمة تحمي الذمار وتحمي الضعيف وتحمي الخاطر وتحمي الجار وترعى الذمم وهذه هي القيم الحضارية الإنسانية المجيدة اللي تمجدها البشرية كاملة. كيف قال الدكتور نحن دورنا هو عن هذه القيم اللي قلنا عليها والله قلنا عليه شد أخبارها مهبات بعد اندثر عن لوحوها في الأجيال القادمة. أكو دورنا حقا ياك يتم خالق ثقافة خاصة بالمجتمع اللي هو اللي هي خالق ثقافة العالمة عامة يعني قالها دولية والله العولمة بقى والله يا غير خالق الخصوصيات نحن خصوصيتنا هي اللي تمثلنا وهي بصمتنا هي اللي تمثلنا وهي مساهمتنا مولي في هاي العولمة اللي هي عاد كل مادة جابت حيمورتها نحن يا الله نجيبوا حيمورة ما نجيبوا حماء يا الله نجيبوش إذن عنا يا الله نتباركم عصيفة نربوا الأجيال القادمة مع استعمال وسائل الإيضاح المناسبة نقودوهم شور هذا مين يفوتوا يعرفوا الغناء ويعرفوا يعرضوا منه ياسر وعودوا يقولوه يدوروا ذيك الساعة يهتموا بتراثنا القديم وحياتنا القديمة يا غير ما يلا نقدموا لهم حياتنا القديمة هي الأولى سابق نعلموهم الغناء لكن سعفوا قاع الرواية نفر لكن الأساس دائما نقول عن يظهروا بعض من المظاهر في الديكورات في البرامج والله زاد في الجمايع اللي تهتم بالأدب مظاهر اللي عنها تخدم ذاك الهدف استيعاب لها الشباب للزمن طبعا عنده أورديناتور وعنده روايات أخرين وعنده كوتيرات وهم يصوق ما نعرف قاعد اللي يقولوا شنو وآيباد مثلا تربط لهم الغناء وتربط لهم العادات تربط لهم التباضين برحال درس وشكوى حمراء وميلق ومحقل هذا لا يطير انت هو ما تتيقرش يا غير يا الله نقررهم هذا اللي قلت لك بذي الطريقة ذيك الساعة فوتوا لهم الرواية ذيك الساعة لأي زيان عندهم هذا ويعرفوا عنه خدمته عنه مثل تاريخ مدة وعنه عاشت به مدة في ظروف ما جاء مرقب بشي يسوى شنو ما هو الرياح يا غير ذاك الله بعض يسبوه غارك نعطيك نموذج بعض حد أنا ظهر لي عن خالق شاعر مقاع الشعراء ياسرين وفيهم خلق فيهم عذروا ياسر من النصائح وياسر من الوصايا اللي تجمع العادات والقيم وعلى رأسهم عندي والله كثارهم زاد في ذاك الموضوع شاعرين قالوا شهير الحاج والكتاب الله شاعر الحكمة الله وفي الحقيقة بلا منازع هو زهير موريتاني الله أبي سلمة الله عنده قدر من الغناء والشعر غير الشعر غناه من الشعر الأمر إلى نابك شفري فيه وزنه بالميزان الشرعي ويلا باح وعدت مواسيها رعى سمعك مرعي وعاد بذاك لا خرص فيه جانب الضري والنفع زين حتى هذا ما عنه في الشرح يقول مخاطب مجتمعه هو مجتمع من زوايا زاوي زيه في الصبر معناها عن الناس الاخرى ما زي ما هو في الصبر غير هذا ينطبق على الناس كامل
داو يزيف الصبر والتماعليم ووسع الصدر ورفود الثقل على الدبا وتماعليم وفوكار واللي في الكفه ما احضر صابر سان وشكارو وزاوي عن دقه ما قدع خسرت الناس اخباره وبوش الزجاج الى انصدع صدعو واعر تجبار يقولوا ما نزل الصورة الله يحفظه زين حتى الله يقول لا تقيس جيد بالسيف ما يقيس جيد العنيف ولا تعامل بالمتن ضعيف ولا تلين لأهل العظم ولا تميرد ميراد الصيف ولا تزاحم عند الحجم ولا تعود وكيل الليتام ولا تعود عليهم خصام ولا تدير في راسك الأعوام ولا تحوز عوام الردم الناس اللي العوام اللي هذا بعض الناس اللي تسمع هذا والله تشاهدوا عوام الردم رقاشي مثلا دائما داير في راسه الله العوام من ينقال شيء يسمع عنه لم وجل فيه ذاك اللي يعرف فيه هو اللي الناس ما يعلم به لا تعود وكيل الليتام ولا تعود عليهم خصام ولا تدير في راسك الاعوام ولا تحوز عوام الردم ولا توجه شورك لكلام كان قمن حد زين كبير كبير وبين يامس هو وجوم باش فيه تفيق من النوم قوم كان قدي تتقوم ولا تخلي ضيفك يظن ولا تعود في مالك مذموم ولا تدير في راسك فاضم لا النصائح ولا تعود بخامل تزهد ولا تعود في عذرة تنعد ولا تقيس بيامس من غد ظن فيه البارد يحمل ولا تسدي مسداك الحد ما يقيس عليه ما يكيس عليه النعمة ولا تلوم ابني عم جنا ولا تعافي لما عفا وقوم منهم في الخير مشاو لا تمسك عنهم صدمة كان قومك فضل مشاو وتم واسي ميسور المال ولا تواسي للمالك بال ولا تشيع بكرها زقال باش مالك فايدة ينمى ومال ما هو مكسب حلال لا تشيكي بالعدل هذا مثلا برنامج الله زين حتى الله يطوش يمنا هذا برنامج مؤسسي لمجتمع مشروع مجتمعي الله الشاعر ذيك الفترة اللي تحدشك عن ادواته بسيطة وعامي قاع الله وهو ظاهر فيه الثقافة العالمة الله ظاهر فيه الصور ظاهر فيه ملامح الإبداعية والتوجيه والتوجيه والقدرة والله لنسج علائق المجتمع بأدوات شعبية شعبية بسيطة وهذا يوجه به العامة وتوجه به قمة المجتمع والله الشيخ الحل أسوى منهم يطرحوا له مارت باش يقدي سيد عليهم الشيخ الحل يدبله ولا زلت يصبل له واللوحة يعطي جول له ويتقاعس عند الحاسي ولما هذا كلها قاع الناس انت ما تقدر تعود شيخ شيخ والله يحطها مني لعنهم العاد وقاع ما هم ريخة الله انت ما تقدر تعود شيخ ما تقدر تعود شيخ وتسيد وهم وتمك كيف يقول كيف يقول احمد فاول الجيش من ناحية الصبر الصبر الناس كاملة كان يكبر الله الصبر واللي كان يكبر حد عن الناس ويكبر ثقته في المجتمعات الله الصبر يقول اللي داير ذا الدهر يفوز يعود يقيد لابن العم يتم لا يصبر ويزوز ويشوف ويتعامى ويلم اللي داير ذا الدهر يفوز يعود يقيد لابن العم يتم لا يصبر ويزوز ويشوف ويتعامى ويلم والتوجيه اللي يقوله والناتي أصبح عنه لأصحابه هي الناس متعدلة كانت لا يارلة تعود لا متعدلة وكانت لا متعدلة هي يقالوا مالي اللي تعود يشق حد عليها شي كان يشقوا عليها باش ترجع عنه باش ترجع عنه ذاك هو صادق هي اللي هي صادق انت ما تقدر تعود صديق وانت والله هذا واحدين تلاوى يحاصروا يقاوم بشي من المسائل ما يليق بيه قاوم سايبين عنها وقالوا دائما يحاصرون بيه قال لهم شيء لا هو الحقيقة ولا قال لهم لا بعد ما في شيء قال لهم كانت الأشعار في كل وكا في الناس المعلوم الكبار تقيب وتطمع ما هي عارفة الفضل وهذا وجهي تجبر الأحسان والاستبشار والهم اللي تمشي بيه ما حرام ولا هم عيار حد لا طمع طمع فيه محمد سيد البشار صلى الله الجليل عليهم وديحة وعطى بالتكرار أعطى وعطى في سبع وعطى هذا الأشعار نهار لبسه لابسه كان علي يا العلم الزين والأسرار وهي المعاني والتوجيش وسهر الرسول أخبار حد يقدر يشقر شفي مانا وهي المجد الزعم الأبرار
الحديث يقول راعي السخي بعيد من النار وقريب من الجنة يرضيه والبخير قريب من العار والنار وسخط الله عليه. ونشغل غلطي قوم مثلا مولي أعطاه قهار لعباده ما راجع شفي ووكل ملك كل نهار يسخط اللي عطني يسخط ياتيك بتكرار ويسخط زاد انت تاتي والمهرم مولي ما أخبار عنده بقاش ديني واسيح لا أصر هو يشبر تشارفه وقل غير ورقب فيه العار اللي قاط النار هربت مشي داري واسي قالت ما يقدر العار تراجل مكري يلا العار اللي قاط النار هربت مشي داري واسي ما قدرت تحمل العار اللي قاط النار هربت مشي داري واسي قالت ما يقدر العار تراجل مكري اذا انت هرب راه وعطاه ومكن فيه باللوم الشيء وبالتشفاء وشقر كل نهار عليه هو ساكت بصوا اخبار واحد يصير حشمان من ناس كبار اللي في يده كامل يعطيهم ويجبر شيء اخبار ما يزر اللي ندز عليه هذول العافيه انا باطلي السماعي طبق شيهم اراعي هذا البرغودين نبقيه نبقى شيء يعطيه واللي ما هو هنا قبل حاشم وقلت بخيل ايش ما سي عندك يا ولد صرتك انت بالله الذي لا اله الا هو الرويخي يعرف وطن ويعرف الرويخي عند راسه اللي سويته كان بخيل حق الله بخيل تعالى مسكين الله تعطيه عافيه ايه لك لا نقول توف على كل حال من 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 الصفات اللي عند الاغنى وعند الشعر عموما والادب قاعد بشكل عام انه سهل مثلا ما يقد حد يقاومه مثلا ما يستاذن رقاش كيف كي يقولوا هون مرفود يعني غير ديك مرفود به اللي ديور شكل جمالي مغلف غلاف ما يقدر حد يقاومه مغري حتى لك جنبه الجمالي خلي ما خليه يدخل عليك ما علمته يوصل لقلوب الناس كامله ياثر فيه الله من بعد التوجيه اللي انا مالي زين عندي بقطع بنسمع طالع الله هنا الباب والهده يلقي النعيم الله من شاء اللي يقول ما هو كل منادم لعاد كبير وعاد بلا مفاد كبروا له كبروا تنقاد فيه الناس قبل يشقري ما هو متحمل عن العباد مشقتها الله وذي حد وصابرها الله جاد في الناس وزايد في تعاميه عنها واللي طول العناد معاه وظلمه متحدي يكبر بيه سوى ما هو قال ويبديه بشي صالح ويجي زين حتى عار الكبرى اللي بالمفا وحد عليه العار يوديه والنادم قام وعن ذا حال وعادي دور الكبرى راجي في الناس وعاد بكبره حاس وعاد الناس صغار في عيني كبره ما هو حق على الناس الكبر لا للناس عليك كبره ما هو حق على الناس الكبر لا للناس عاد براسه حاس ومنادم عاد بكبره حاس وعاد الناس الصغار في عيني كبر لا حق على الناس الكبر لا للناس عليك لا 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 صاحب عندنا هون عندي مد العلم بطالب ذاك الجيل الذهبي مولي القصيده الشعبيه مد يعود فرض فرض الغربه مقطش برا رواقيش اذا خطروا ينقصوا منه عند مد اخرى صايبين عنا لا ما يعرفوا مد عاد يقول لهم عاد يقول لهم صبهون فيها ياسر باط من اللي يلا تعود الناس المطابقه تعرف ولاد فيها عن راسهم منعت الشو يقول يا الناس اللي مالنا معينين لاحقي عندكم عست الملاح فاش تاكلوا عرض الناس الاخرين باسواغه والكذب وتلتاح وعست تطيحوهم من العينين اذا ما يطيحكم الفاطح هو الكلام ورا ظهر شيء لا توجي لا توجي هو الكلام ورا ظهر شيء والسواقاعه الى عاد مزاح غير العاد هامكم شي زين قابحوا بيه ميدان القبر وتم لا يطيح في الوذين اللي في الوذنين ما قطع راهو ياكل كنتوا واكلين من عرض الناس يدور يقمح ومضاربكم معانا الا اثنين وقدموا لنا منكم عين المراح عدتوا باليم الكبير جايين ما نخيبوه جايين به صح هونك ايوه وقوموا ناعتين الزر اللي زر الكتوم على زر الالواح لا زر الالواح كيف تف الاعراب ابيات زينين قاسين من قصائد المصباح وكيف كيف في التمييز تبيين بين الافعال المعتلين والصحاح سالم ومهموز ومضعفين الصحاح لاهي في المعتل نفتاح مثال وجوه في ناقص مسيكين لفيف بانواع الاثنين صح لفيف المقرون لفيف مفروق ومقرون ذاك بعد زين عند اولاد العرب كان لقحاح ايوه لا بقيتوا يم الفقه والدين واجب وممنوع ويم مباح كيف باب الذبح ذباب هيين غير زاد ام اللي باب طياح
واللي قط قال فيه النورين واللي قال فيه ولي الجراح واللي قالوا لين بالمتعدلين فيه اللي هو مكاع مفتاح العلم وقول لاقطاب الاخرين والبونه والعبد الفتاح ودواوين الشيخ ملعيني بيت العلم الزين والصلاح ذيل عتو هو الجايين بيه ومتقدمين القباح مرحبا بيكم هو خير تلين والما سندو ذراع لا طاح دواوين الشيخ ملعينين بيت العلم الزين والصلاح ذيل عتو هو الجايين بيه ومتقدمين القباح مرحبا بيكم هو خير تلين والما سندو ذراع لا طاح ولعتو من ذاك ناسطين وابدا قلتو النزاد وراح ويمكم لا يم التبيضين والتمشرير على يم تزداح عيطوا لمغنيكم كاملين وعسكم لا نقيم فيهم النواح معروف اصلي بالدريز المتين انا هو رفاذ الارواح نباني حانكات في تزاوين محوصيني اهل الميداح وعنده الشويخ احنا كتباردين تكيبر نصانت اللمداح وقابحت في خيامي قاو نخرين ولا نرتمح بعيد في الرماح لكن الغنى زين حسب الله ايوه لا نرتمح والبر في الرماح والبر ملاقي متزينين الفاصل ايوه معناها يعني يلا الناس يلا الشباب يعود يعرفوا البر ملاقي متزينين الفاصل ولا عصا ولا حنفاصل وزاد ونفاصل منين يجيبكم منين يجي من نواح وتقعدوا تسولوا المغنيين عني في الموج بلا باح قاطع اولاد هالدار الاثنين وجيتهم بها لا تقراح القطع والكويري قاطعت بزمين عقب ذاك قطعات مزاح وقاطعت البكار عابدين هم المغنيين الصحاح والبتوت بتوت كامل ولا فيهم الخافض فيه الجناح وقلت الكرز وقلت التهيدين والطلع والمدايح والمداح وشبحت وذرعت في الموزون لين وبحيت إلين اللي لقيت باح ولكم راني خطيت خطين في جوابي لقد يوضح ولكم راني خطيت خطين في جوابي لقد يوضح ولعدتوا ماكم قادين روحوا روس خير حد يستراح سكتوا عنا وإحنا ساكتين عنكم ومطالبين السماح الله بعد هذا هو الحق هو الحق هذا هو الحق اللي هو السداد هذا هو السداد الرجل اللي حد هو يقد حد يسرق راسه هذا هو اللي يعطي يسرق راسه ولا هو مثلا عن هذا حد ما هو حد ما هو عنده ما يقابح في مجتمع تطغى فيه ثقافة ثقافة الدين وثقافة المروة وثقافة الضيوين الله هذا جامع كامل الله الله نعم لا يكد شروط من ألفها إلى لا يكد المجتمع إلى لحوات حد يزق راسه بالضبط فوق باحد نبته بالضبط إلا حوات يحتكم هذه يحتكم هذه الثقافة يحتكم هذه القيم هو بارك أعطاهم بطاقة تعريف خاصة بالفتى حقبة ما هي بطاقة تعريف اللي يمتلكها كل رقاش ميلاده في وطن والله في أم والله عودانه من أمه ما خالق بطاقة تعريف يقدر تجعلها لا بصمة المثقف بصمة الفهيم بصمة الفتى بصمة الرقاش اللي محكك المجتمع ودوغيه ويعرف أي شيء عنه وقاعد أخبار المجتمع على حجرة صحيحة وبالتالي هذا النوع من الرواقيش هو اللي لا سافر يحمل معاه شحونات المجتمع كامل الله. ولا قعد قاعدة مكتبة تقدر تعود متنقلة الله. من القيم ومن الأخلاق الله. ومن الثقافة الله. ومن العلم ومن الورع الله. ومن التواضع لولا تواضع مد كمثال ما جات هذه ما جات هاي الكرزة اللي ذن بيتها صحيح ما تجي هاي الكرزة اللي هما لا يشوفوا رقاش ما في شك راسه ولهم تقدم القباح ولهم ناعت الخالق له ولهم تفخر بنسبه هو شريف ولهم تفخر بغناه هو ما خارج حد غنى منه ولا بثقافته تلاقيه يمشوا مبيش ملو راه هو بعد جاب هذا عندي عنه بعد ما ترى يعني لقنا نعم تابع واللي من العادة عاد دور المغني لابد منه صحيح زي الموضوع اللي هو وبيع عاد دور المغني لابد منه ولا بد مبلي يرد الناس عنه عنه وعن شيء ما هو صالح لابد من كيف قال ببفال وحدينا اللي عن أصحابه وغات شاهم إلا شفتوني متأني بالشو ولا الفضشينة لكن الفن أصلا ما هو فني وأكبر قدر في كل زمينة يدور يبقى بعدني زينة عقب تشوري زينة
وشاعركم مغني ظني حق الله المسلمين بيلات الزهزاوني لكم من الناصح بيلات الزهزاوني لكم من الناصح. أنا ما بخلي مشي من النصيحة صحهم الله هذا لكم من الناصح قاموا كان لابد منهم مغني لابد منهم عندهم هما حروشية شوي لابد يتموية يردوا عن رؤوسهم بها ويتموا يعاقبوا المجتمع اللي منه افسد يردوه لابد من يردوه هو قاع نصف سال مولانا كاملين يا الله حد يتقام بهم اليوم يأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر وهي قال لك أمتي لا تجتمعوا على الضلال من الزين في هذا الغنى اللي قد يوظف في كل شيء حتى الله ذكرت محمد والهدى محمد والعابدين واحد من جندر موريك الساعة وخالق زمن حضر التجول وراء العاشرة ما تلم يسموح الصوت ولا حركة وواحد من جندر موري متكبط ومسلح واسمع حس هول بات تخطى الوقت كان يقد يجي يقول مسكتوا عنه دقدقاء عزواني لعادي اخته تاق من الحيط هو شور ينقال قال لهم قول القلتورك حرام وشرك غير الهول في هذه الايام كيف هذا اللي قلتورك عاد من وراء جزير حرام هذا طريقه ادبيه هاي خصوصيه خصوصيه مجتمعنا عنه ما عنده تعسف ولا عنده فرص ولا عنده لابد من يخلق عنده لا الامور اللي تجيب سادسه وقد سمعتك في واحده من المقاربات قلت عن نموذج الانسان عندنا احنا ونموذج الانسان اللي قده صدره الخارج ما هو ذاك الانسان المتهور ولا هو الارهابي ولا هو ولا هو المنفجر ولا هو المتزمت انه نموذج الامير ولا احمد العيد اللي اخترق الجدد ريديك البارح والله 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 ذيك مقاربة على كل حال ظاهر إنها مادة مهمة مهم شد أخبارها خصوصا في الظرفية اللي إحنا فيه ظروف الإرهاب والتطرف مع الأسف اللي ابتلانا بهم ولانا إحنا مسلمين وعاد محسوب علينا مع الأسف بين بعضنا دائما نقول إحنا بعد هالموريتاني يا الله نقدمه للعالم الإسلامي والعالم كامل نموذج إحنا من المجاهدين ليه العافية ولين فرض علينا أمة الجهاد واحتلت ترابنا ونغزاه دافعنا عنها لا بشي متعدد ومشاهديننا كانوا مضبطة ومتوازنين كيدبري ما فهمشي ممتل حاكمين دينهم وحاكمين مروتهم وحاكمين قلوبهم حاكمين شواهد عقولهم ودائما فعلا نضرب مثل بالأمير سيد أحمد الأحمد العيد رحمة الله عليه سيد أحمد الأحمد العيد كي تعرفه كان مجاهد تقريبا من 4 قرن 25 سنة هو في الجهاد رافد السلاح ويلود له في كل بلد وهذا مولاه قال لغنى الزين يصنت له زمان ولا يفتصل مع أهله حاكم دين وزين يعرف متوازن وعدل الشاشرة ولا هو مخلع ولا ابطش ولا مثل في حد ولا يجنع على مسلم مولانا ولا طاح عليه وذوك اللي كانوا مختلفين عليه ما قط الحقهم بشي فهمت وقال ما تلبتيت الزيني ولا دائما باطن جوقوا بها ما يتصور حد حد تلود له فرنسا تلود له العالم كامل ذاك الزمن يقد يقول خدي جات خلانا ضحكك في مجانا تميلي اللي جانا وكب ضحكك ميلي لا تيتي بعد انا تضحكي يوم ميلي هؤلاء ما يجيك حد تذكر خدي جاتك ساعة ذكر قعلان ذكر عندك عنك عدو صاع عكر صار صبيص خويا بالله الذي لا اله الا هو خاص خدي جات يا مولا ما يشك حد عنده ما يشك حد عنده مشكلة هذا هو مجاهدين نحن هذا هو نموذج نحن نموذج حقيقي كيف الأمير بكار وكيف الأمير أحمد للدين هذا هو الوس ركعتي هو الوس من الضروري عن الغنى وتاريخ مثلا المجتمع أن نعود يدخل في المناهج الدراسية في المحاضر بالضبط لما تقبض مراهقي وتحشيه من النظريات وتحشيه من الجهاد هو ما عنده ارتباط بالمجتمع غناه ما يعرضه وموسيقته حرام
وجماع مثلا الا راه يعود قنبله موقوته ما الشيء الاول الشهاده ولا يعرفني الا راه الحيط الاول شافي كرو. وهذا ما هو هو هذا ما هو كيف قال الدكتور المقاربه الامنيه تفرض عن العدل صدر الانسان الموريتاني حقبك انسان موريتاني يقول احمد العابدين الهدار دعوني يقول لهم العمر فيهم مثلا تقريبا صفات فيهم صفات صفات الرجال اللي الملودين والله والله لعت منهم شويه يقول له كرمك ما هو ملحوق وطبعك مانك مبلوق ولا فيك عوام الشوق ولا فيك فشي العوام ايوه بوك خلفتم فوق وافطن عن ذاك كلام ومنين اليوم التوق على فعلك من عام صومك الاول تلحق ذاك القايل لك حق بوك اميرو يا بلاك بوك يذكر لفا واخوالك ما يندق فيهم بل تقدر ولا قطع لك اختل ما هو كونك يا ول عمير كبار البل تعطيه والتكسام منه محال تمل والله كونك مقدام والله كونك وقت المعطى ما انك خمام والله كونك وفيت انواع التعربيت الشاره كان جبيت مع العرب تمام تصدف ما مزريت وعادل ما لك ظلام وكتاب وتعربيت وقافك زي والحرام مش تنبو ولا شلاش طاهر فيك وصوام وقلبك معلوم وحاج بيت الله الحرام هذا منين يكتمل فرق الله منين بعض كل حد يقبل منه طشي حامل هو قاعد لا يقبل طش انا قاعد كيف من احد اليوم لا يقبل طش تعرف لا يقوم منه طش من وحاج بيت الله الحرام مو جبول الحج كيف قاله مو جبول الحج قال قالوا عن احمد ديو الاعمر كان لا يحج الله ياك زين وانه قال له سدوا بنجرته انت ما انت انت حاج بلك حاج انت بلك ذا حاج وله نشطر وقاع الناس اللي يشطر عليه لان انا وانت نعرفوا ان مثلا زين زين حتى ترقب حجته داروا بالشرع داروا بالشرع وتوف وقال له احمد صنجت الاصناج كيف شحال احمد صنجي 13 نهر الانتاج في حرمه مول التاج لا تخاطر إيه. انا في بيتك حاج شاد الدجاج الطلبو المحتاج والمقاطر بدايج رواي ساعه الدجاج منطقة الدجاج في قاطر في قاطر في يدك مدفع بعاش يضر الانتاج صفهم في لقواج والنواضر يسخن اي شران وخارج شي القمان شاعل وكان ينفع فيه جحدان ما هو ولا ولا كلاش ما هو بالك الحاج كون حاضر كان جماش ولا عدماش ما هو بالك الحاج كون حاضر بيدك مدفع بعاج يضر الانتاج يخضفهم في الاقواج والنواضر يسخن عليه جرامه طلب العقدتين ما رسوا حل حضرتك ما تشغل شقل يرجع عرب لو ترى مرامل سعدي باللي ما اعطاه كان نظره عشان يجرى في النص قال الانسان حاله تبان علوم الانسان قول مكروه زين احمد درب معشان طيب ومال العزري والجيران اللي نرامو واحمد وبر زاخي اللي كان شقار ومديان ما يشلو واحمد عاد الجيعان اللي هان يعود في مكان يشعلو اخوه واحمد سكفت عزمه خلصوا كانت فطرت العقوق كيف كان الدخان قلت ممزان بينات المديان قطع فعدوه ولا قصدوا هيدان داير احسان تراطي بالعلوان العقوق وكان كان في فرسان وقت عجله شوفوا له بيبان بانه صار يجرى هذا 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 شو ذي الخلق ذي القيم سبحان الله هذا المجتمع المترامي الاطراف من الجنوب للشمال الله. للوسط الله. للشرق اي بليده من منه هذه القيم هي قيمه هي قيمه قيم وكامل القيم هي قيمه وهي اللي لودلها في كل في كل في كل رقاش من 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 من, من المجتمع هاك فيه اللي هو دال على الخير كفاعلين ومتى لا تجتمع على الضلال وقال ابن يبقى المختار والشغالي رحمة الله عليه قد سمعت الوقيدان من البير في قمة تخواف الناس من اللي جالتها تخاف منه على أعراضها احنا ذو مدة مومني شمن مسالم مولانا ومسلم مولانا في دين مولانا يتقانا هو قاعد لا التقي المجتمع هو المجتمع رقيب وغريب الأمر عن المجتمعات اللي مش شايفرة واللي هلها متعارفين ما تشيع فيهم الرذيلة ولا تشيع فيهم الفاحشة وكلها عاس وكلها خايف إلين يجوا البريدة ما فيها حد يعرفهم
ولا في أحد مثلا قد يمارس عليهم السلطة هو اللي تخلق المراد اللي ما هي يالله. معناها نحن راك من خلالها وجماعة اللي نبتهم يالله تحس الناس عنها كل حد منها معروف وكل حد منها عليها رقيب وكل حد منها عليها عتيد وكل حد منها يعرف هو من قرارة نفسه عنه من ذا المجتمع اللي قيمه ذي وعنه من ذا المجتمع اللي ما يجد ما يحضر في الزلة. أنت طفل الحلة وأنت طفل زوع ما تحضر في الزلة ولا تحضر في الخذلان. هذا هو سلطان أولاد مبارك. الله يا الله. أنت طفل الحلة وأنت طفل زوع ما تحضر في الزلة ولا تحضر في الخذلان. ونفسه اللي مشاكل وقبال واللي من نمطه ذاك اللي إلين يشوفوه الخليل ما يخافوا على حيوانهم يفرحوا عن حيوانهم لا يزال يا مرحبته الخليل ولين يشوفوه النساء ما هم خايفات على 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 يا مرحبته الخليل ومرحبت غيود النيل ويا مرحبت مراسيلي جكوا بالقدحان يباتوا أقبل الليل فلان 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 ما يقد حد يبات جيعان بزر حل من حللهم ولا يقد يبات حد ما هو آمن ولا هم اللي مثلا يقد يبات خايف حد في زرهم ولا في حومتهم قوات الحلل في الصولة الله ذمارها في حصلتها وكريمها ما هي قولة سدح امتدار هاي القيم مارك الجميلة اللي كان يقول الأستاذ واللي كنت كان يقول الدكتور اللي كان يقول الأستاذ والراوية بفان هي قيم هذا المجتمع. سمعت عندكم الأستاذ نصيحة من البت الكبير للأجيال قاع كاملة ذيك وصية عندهم وصية وصية وعندي عنها مميت البت الكبير على ما أعتقد وصية للطفل عندكم ليلة هو درجة لا بداية هيك بداية شيء بعدين نحكي لك هيك البداية بداية رواية أخرى هيك نعطى مولانا نعطى مولانا لا يناصي حد هذا في إطار عدم الاتكالية على عدم العظامية وعدم الاتكال على العظام ومراس نعطى مولانا لا يناصي حد ولا يهم مزادين فيه وراي حد إلا يسلم به وأخلاقه زاد لا يمنيه بالكذب ولا يعود جاد عليه الناس ما يخزي به لا إله إلا الله مزيد حد هام وذاك يعود سفيه ودور زاد يتندم عليه ولا يحصل له يكون تواسيه الناس ضحك ولا يزهزيه الناس كل حد صلال تمريه وعنده أخبار ولا تسقصيه وتدور الشكر كامل وتبغيه ومصاب له عارفين شبيه غير منهم ما عاد ساويه ما هيت ولا يعود راجيه ولا يعود يدور الناس تحذيه بتفوقيره ما أدبر فيه فقال اللي يدور الشكر يشريه والناس ما يدين عليه فيما حصلوا الراجل بسعيه لا تحصلوا له الناس شعليه والخيمة كبيرة ذاك ما في عنه هو حضر البني زين حتى جد وقط الشكر ذاك يعني ذاك ما يعني الناس الغادي اللي شي فيه الا شي شافته بعينه الى اخره قصه وهذا في طن قديم في مجتمعنا يقول تبنادم ما خالك شي دون زقال كل الجماعه شي دون زقال ما شي دون زقال كل الجماعه جربناها ما تبقي ما هو حد قبال يسقي شي في الدهر معاه تجوال التخمام في العوام ما رايناها مقدم الخيام وتقديمة الخيام بالكلام دون زقال قرناه وكلام يدل على تقدام واحد وما هو شيء معناها ما صار دون زقال ولا بد من هذا بوكري والله قاط شيء خلق لي والله مولى علم وحكيم وعرف تبوه جلاها ما قادل فيها وقشي ولا هي مسرة علم وعاها شكل عظم الرميم يقلب قلاها مكساها ما صار دون زقال لا بد من هذا مقام وعاد قاله ويحصل من المراد وتنابيه تنابي الأجواد عم بعطى به الفراها مرة يدعى هاك عداد من الدراهم ما راه ومرة يدعى زاد عناد حد بشوفه يدعاه ومرة يقصى زاد التحياد على المسيد وحيلة راها دون زقال مع العباد يسوش من يستوفها وعلى باشك مزاد فرضية ما خلاه وزاقر خلاه وزقاد يدرك في الناس ويخفاها ما الله ولانا مرد عنه يخفاها معناها ما صار زقال لا بد من هذا مش قوال الجماعة والله عاد مشان من عند راسه له دخال والبلاقة يستبقاها ولا فصاحة
احتياج والدراهم استبقى له جاب كلام ودون المال والفضل كلمه وسمعناها وتبناها بلسان الحال واحنا دخل حمقناها شكل معدل تعداد دون زقال المال اها ما صار لنا زقال وضحت لحمد العقل هو لحد اللي يسكت عن قوم وسيدي اجتمعت والله هم العظيم اشتغلت وسكاتوا من عوسها عن ما اعطاها شيء وعرفت قوم وحالوا ذاك معاها لا يستاصل قافل قلت حكمه لا يمكن ينساه ما صار زقال حكم الله كره زقال الدهر يبان تواسى محوف السبحان كره زقال الدهر يبان تواسى محوف السبحان والخمود تواسى من شان الطاعه والبخل معاها ما قط سمعت تفعد دركان الدين البخل وما نشاه لا اللي جانا في القرآن المحكم نصوص قراها البذل والإيمان والإحسان شيء من المصطفى طاها وذاك دليل متين وبرهان أن البخل أرض السفاة وذاك الماضي من لوزان وطلع عالم عليها ما صار لي زقا أبوط حشنا لا 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 بعض مقدر نماذج جديد هم نموذج عندي هون رأيتوا قلوا أنا شخصيا لراجل من الودان رحمة الله عليهم قال لهم ولا أحمد وزين العابدين شريف كان نموذج زاد هو عندي في خير. بالفضل وكان إمام سيد وكان سيد رحمة الله عليه هذا هم رواقيش اللي نماذج المجتمع اللي يلا يعود على المجتمع بالضبط مش ياسر ما عظمناها على الله وإذا جربناها من الأخلاق الزينة والجاه والكرم اللي ما خالق حد قد تفصل في راه ولا راه مع مولاي أحمد ونهد ركن البركة والدين وراه والشان والقراية ومشد الفصال وكثرة مزاه باطع للي فيه مسند واستحفل مسيد والله يا المروزاد بلا حد اللي يتمت من فوق إله وبقات بلا مولاي أحمد لا إله إلا الله والله يا رب سأشهدوا تفراتنا سنتين تالية واستحفل مسيد والله يا المروزات بلا حد اللي يسمت من فوق إله وبقات بلا مولاي أحمد والله يا ربي تزقيه رققها والخل من حد لطف به هو جازيه بالجنة الواحد لحد هذا من كان من كان التعرف عليه هو كان التعرف عليه هو وأسرته من حسنات مهرجان المدن القديمة بالنسبة لي وهذه هي فائدة المهرجانات فائدة المدن القديمة الله عنها اللي منها دليل إعلانها مدن قديمة عنها يعود فيها مولاي أحمد بخير ودليل أهمية المهرجانات عن يجيهم الأستاذ ويتعرف على 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 المجتمع من المجتمعات الراقية الله أنا زين عندي المراثي اللي قط سمعت ونموذج عندي المراثي مرضيت الرجال مسكين الرجال عنده في المراثي ذيك المرضية عنده في المراثي شيء يقول مرضية لحمسة عالم حمسة والبيبة أحام إمام المسيد والاجتناب يتم العقاب والاتباع يتلب الاجتناب ويتم سرعة زاد الجواب على شكل تحد مسول عن شكل وصل الخير انصاب ويتم وفرق ما هالنقل العلم ما قلت الأخبار كامل عند أحمد سالم والبيبة اللي قاس الدار اللي عنها ما قاعد تغفل هذه ويتم وفراغ ما هالنقل تدارك زين عندي في الغنى كيفت عندي تدارك ما قد شافنا كيفت عندي قولة كيفت عندي قولة الأمير سيد أحمد شاير خير هذا الواد والله زاد الدخل لا عاد ما هو موضوع استدراك موضوع و تراك في بالو نعرفهم باللي شي يقولوا فيه عمال دب زين عندي متذكروه نوع من قلت العجله في الغنى قلت العجله عن الصلاح العجله عن العس العس ما يدهر يعني اقول لك اللي ترى ايوه اللي قمت مسوي شيء قال المراثي كيف قال والناتي اطجرت وانا هو خالق يوم ايام الطل نهار معدل فيه الظل خليه اليوم خليه اليوم معدل قاعد لي بشي لا منك فدوس خليه اليوم معدل عرف يوم من ايام الطل نهار معدل فيه الظل خليه اليوم معدل الايام ونسيان وعي لكن يقول لك كيف قالت مرضيت والناتي اللي يقول يعطيه عبد الرحمن عبد الرحمن يقول له منين عند الديبيس ندار الامير بقينا في احسان ما هي ما قيسهم تادر شو علينا لا شو والناتي والناتي شات بعد الزرعان ومشارق ذو العمامه وشات نصرة اليتامى والمد في جميع زمينه وقات بعد الجرامه ومراطب على الحزينه
ومشى زاد البطالة فتلو بروق الرجال ويقلص جميع مساله وفعال العرب المتينة ومشى زاد العدالة في حق روزي من عد ديبيسة ومشى زاد المزية والله ما فيه لي ورفو دم الرعية وفعال العرب المتينة أولاد زاد العربية وراها يثبت مسكينة ويقول مجموع الحية اليوم هذا بيينة من عد ديبيسة ندار الأمير بقينا في عزان ما هي ما قيسهم تاندر جوع لنا الله هنا في الرثاء سدوم قط قطر ثم كموسى من خلال رثاء العلم بقر رثاء مكموسى قال عييت نسمعها سمعة عييت نسمعها سمعة اللي على قشوة صقعة الأشعار عنده مجتمعة مجان سف ما ضحى واليوم وقات الدمعة مكة وكرح فمحة زين حتى في القلب مسته رق في القلب وقت انت تسمعها زين حتى الناس مرع لمبقى مواجب الخلق اسمعها زين حتى زين حتى وهذه القيم الجميله اللي تنجبر في الرثاء والله هي القيم اللي منصوص عليها ذاك للشباب به اللي انت هذا الغنى اللي ما تعرف والله ما كنت تعرف هو الثقافه الوحيده اللي اتفق الفرد الموريتاني من المهد الى اللحد ما خالق حد لا يخلق عنده مولود والله مولوده ما وحاول انه ينقلبت ولا ما انقلبت ومار لا يعود قالوش لا يعود ما وزحلك ولا يعود ما وبتل ما هو مار ولا وبتل ولا مولي ترى يعود رقاش هاك شوي عود وثق من ذاك لا بد له مولي من 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 يوحر ما شبشي يتلوم به في القباح مع أصحاب ولا تري الشنقم للسيادة عود هامون عود سياسي وهامون يسمع بالمن يتسمى الرجالة لا بد له مولي من الأناشيد ولا بد له من الأمور اللي تميزوا عن الناس ولا مولي لا حش من الله قاس مولانا يا الله يبقى له ذكر ذاك ذكر ما يقدين قال له فر ولا خارق حد لا يتقطر له دمعة على حد ما هو ساوي له انه تقطر له دمعة عليه بعفوية كيف فما اللي الرثاء ما خالق حد لا ابدا يقول الرثاء ما هو الحد يستاهل الرثاء والله غرض صادق غرض من اصدق من صدق والله لغرض وانا بعد مثال عندي حقيقة الامر مرضية الرجال الأميرة الامير سيدي ذيك المرضية تدير لك الجو العام للناس وهي تودع للانسان المثال عينين ها الله عينين الخلق شرق لك والله قطع بعد فصلنا في اللطف وفي اللي ما وقع اللطف ومال الهموم تصفر وتعلي وعينين الخلق شرق قبلك زين صوره ما هي عادي لا صوره هي القدره الفنيه هو الجماليات القدره الفنيه اللي يديرك انت في الصوره ويحملك الشحن والله 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 هي الصوره ما هي عادي هي الصوره غريبه خاطر في اللطف وفي اللي ما وقع اللطف مالي مش تل استدراك ما هو عادي مش تل استدراك هاك كيف كان يقول الأستاذ هم الاستدراكات وفي اللي ما وقع اللطف شت الأستاذية هذه والديماغوجية حد تخلط معها وقراها حضرك عالم وقاري ومثقف طريق توصيله الخطابات الطرق الإيضاحية البيداغوجية ما كذا فصلنا في اللطف وفي اللي ما وقع اللطف مالي ما متصفطت عادي وأنا ترى كي كلام حسان فيه عن جهية حسان وفيه قدرتهم على تفرصيك على انك تكسر وذنيك وتقلب كمام وذنيك وجدانك ومخيلتك وقريحتك لانك تمثل من ذا الخطاب اللي ذنبته وترفض الشحنه غصبا عنك هذه الافتتاحيه اللي تعدلها وصلنا في اللطف وفي اللي ما هو قاع اللطف هم اللي لا لا ايش يقول محمد اللي يقول بكاء على صيد احمد والله والله نفعض ضعيف نوبته هذا شهر تحرم العتاق نفعض ضعيف المستقرب والجار الكبير الثقيل والمغرب وتعرب بقاو في الفراس بقى زنفت في التزفات اللي صنع بهنيات وبقى انفع قوم الصورات بنياق قروب الخي من قطع شوبات وديار زين تقيد النيل وقوام العزيب والنبات في الخير وقوام الوين في ضعيف المستقرب وبقى درجة هاي الطلعة ذاك ما يحكيها كل حد هاي الطلعة مهجورة ما كل حد يحكيها والله شنبته
بقازن فتفت الزفات اللي صنع به نيات وبقى انفع قوم الصرات بنياق القرض وبالحي وملي قطاع جوبات وديار زين تقيد الني وقوام العزيب والنبات في الخير وقوام الويل نفضي في المستقبل وبقى درجة القبيلة اللي في القلوب ثقيلة ومشد كم من رميلة بالباس واشتراب معه كيلو وقاد فضيق الشيلة وقام مليا جلي لفضيه المستقرار وقال قرر مع التنتاج خلق فيامة دنداج إليك سفيد علاج وتعود لرياحة جوي يعود بركا للجاج بالمد يكفى حكي في السي سي يعود له في الحجاج يصرفوا له في الحج اللي يعود له في الحجاج يصرفوا له في الحج اللي زحل أنا بعد تقول لا نختار نضيف لهذا أن فعلا إحنا مولي اليوم الحق وقت أن يخلق شيء من شيء من التجديد في دبنا وفي لغنا بالله والله والنوى ذاك يطعود يتعلق بقضية الانتقال من المشخص شور المجرد من مدح الاشخاص والقبائل وتمشي ذي القيم اليوم كيف كنا نقول الله ياسر من هنا قبلوه من التهيدين ياسر قبلوه من مدايح ومن مراثي الاشخاص والقبائل وذا في حين الحق الوقت بعد مغني جدال هم يبدؤوا شيء مجرد ما هو مشخص وذا قد يحكى ان احنا دخلنا الحمد لله عدنا في دولة وطنية حديثة وعاد ذاك قدم الامور لحقنا وقت ان نتجاوزوها وعاد فعلا مطلوب انتقال شورى المجرد إضافة أن التجديد كي تعرفه يا الله يطالع ثلث مستويات مهمة وإحنا اللي مزاو المغنيين يمسوها دون أنهم يتواغلوا فيها مسوها باستحياء فمشي منه مستوى يتعلق بالألفاظ اللغة اللي مستخدمة من الحسانية الحاجة وقت يخلق فهم تطوير وإحنا اليوم نراوحوا بين ذو ذاك مازال اللي يبغي الحسانية الزمنية ويغيل فيها مازال اللي يجيب شيء جديد ولا مازال فهم رافض الشيء كامل ما هو زمني والله شيء جديد حتى ما هذا مقبول قال لك تفسروا خلاص اليوم تقول تعرف الزمنيه انا زول لا قال الحياه ماشي الحياه ماشي ولا بدنا نطور معها قلت لفظ الزمنيه بعد والله ما عندي لا قال انا لفظ الزمنيه هذه والله اللي انا بعض ضمونك يا الله الاجيال القادمه تقول تعرف الزمنيه تعرف على الشباب هذا الشباب قايمة فيه نهضة أدبية حق حق يقولوا لقنا زين الله تبارك الله زين الطايب اتزلت على ذلك من الشاهدين اللي هو المقاربات النقدية اللي عدلت في البلد كانت في برامج هو كان رئيس حقيقة حقيقة ما يخلع حد على معنا الله تبارك الله لغنى كيف قلتوا يا الله فعلا وتوفوا نوظفون احنا ما نقدم تمو نغنوا نفس المواضيع ونفس الاسلوب اللي كانوا يغنوا فيه الناس الاولى فاتوا كارطو كنا اصرام نعبدوها بالضبط ذاك ما هو ما يتواسى يلا نشوفوا يلا نقربوا وين حد من الشباب يقبل برنامج سنه دراسيه بالتاريخ والجغرافيا والله قاعد في العلوم ويقربوا ينظموا ويقربوا للتلاميذ لا قطع عندنا حد من قطع لا شيء بايت ولا بدا ان نعرف لا بدا ان منه بهذا المثال مثال انا ارى عنهم يقدوا عدلوا نعرف عام غير الحاصر مع انه لا حد شوري لهم على الطريق مثال حي نعرف عام فايت قاعد تبارك الله حتى عام 72 لا فايت نعدل امتحان البريفي في ليست القوارب معايا جماعة من المغنيين استعفت وعدوا مغنيين عابدين ولي التلقي هذا هو الجيل الذهبي للقصيدة الشعبية أما عبد الله البصيري ونولي والجمال يا رحمة الجماعة وقلنا عنا نختاروا نصيبوا للرياضيات ما لنا حتى فاهمينهم هي والعلوم وقبضنا بعد هادين قالوا تاريخ والجغرافيا كامل كل حد منا قبض منه جان منظمناها في ليلتين وفينا منه فاتخبار اللي عن قرعتي كانت التاريخ وضابط منها بعض المقطع اللي عقب عاد هو السؤال اللي في انا في الامتحان شنبت تصدير والله تسويق السمك اللي ينقبله موريتانيا يعني الحق نقول خير الحوت بعد اللي ناظمته يا خلاص حد في الصور البلاغيه خير الحوت في موريتانيا معروف انه ما هو هان ينباع بعيد في طنماني لا هين كذب ذاك سمعت لكن منه بارد بواسون فغي هذا لكن منه بارد راني مراسه باريز نظمته
لين بعد واللي منه زين ومتقاني شور صبان اللي هي جبرته واللي منه زين ومتقون يباع بعيد افطن بالهون لطالي ما تقدر يكون تشري وتشري صبان وهالقرس وواري زفتون وإلي مماكي الوران واللنقوسة وبوترقة تشريهم باريزة عياني لسلكوا قاع من الصرقة تربح منهم ملتاني هاك قزت الكلام المراقبين زين هذا قلت حد الشباب اللي قرايحهم مستقبل حمد المنارف شاكرين واللي مات تاو قد يقبضوا منه لا شوكة واحدة ما هم خرسين وعرقيمة زي من أخر قد يقبضوا حتى في التربية الإسلامية يدوا ينظموا هذا من الكتوب رافدين التلاميذ ينظموا لهم حد أنا بعد الله يلي كنت صايب له عن دين تفكير ولا قلت غير ماني باطل أنا لا قط صقعوني زمن نحن لهنا الصنطول كريز رايا ولهنا الصنطول كريز دبار ولهنا الصنطول يلتون جون ولهنا الصنطول كذا ولهنا الصنطول كذا طيب خلطة لا بد أحد مني بسهم بشي ها ونجي عارفوا عنهم اللي واحدين فيه إنه ما هم يسموني قادة يسموني كل قادة قلت لهم جام صبران وكنت لهم اختين وفلا ميزيك خويا مجنو كريز رايا وكريز دبار وكريز نورما كيف يلتون جون كيف مادونا وخوليو الكبير ومايكل بولتون ومايكل جاكسون وماريا كاري دي قاع ماسير ووتني وستون وسيرين جون وجيني أبو أدنو يسابير وعلي جدا كفقان تماظنو ضارب لي وياس بوقو سينتير وبودي كل في والأعراف مليون وضارب كاتر بلا بخير ولا واحد من فايف جاكسون وبوندي كيف هوليكوبتر وجيمون شار مجنون مقرو وجيني تاهن عودنا بير ناسي شنو وناسي شنكون نطير من الكف عن جن مونشار لا اللي سمعني نقول له صن وعرفت عن ذاك ما فيه الخير بيت وشويش مولاه ملعون مولاه راتي انفو سانكير خدر تورجة وفضلة بيدو وفطان عن بعد ما قدوا ينحلوا ما قدوا ينحلوا ما وعرقوا لانه من العريض والله إلا حق ما وعرقوا عندي قاعد لحفظك انت اللي قالوا مولاني على بعد جالة قاعدت اللي خايف منك يقول سيدي يا الهدار لابن المغداد الحسكم باش ديته اخبار والله والله لك بالله يقول له مزاك عليا لاهي هاك نعمل له هاك ولاني شاك عني نعمل هاك المزاك عليا مقام خزيني القيام اللي لا القيام اللي لا اخلاقي حاك عاطيني بوجه راضيني مانك عاطي عني بقفاك تعايرني وتكميني وعليا تحكي هاك غناك والمداين منين تجيني نخليها شورك تجاك وذاك عادي بمداين قال لا يعمل ذاك وراك بالعجلين قال اهديني علاش نواسي عدت معاه انت هذا يا خيين هاي بدا ارى ولك الى عاد هو بدا في مقرة الخير فيه بدع الثاني في تعداد شي صار بيلي عاد شاف سيدي عاد شاف الراجل هاك يا خيين سيدي يواسي معك يطلق جيل اندر ولحقوه غايب وتماشي حقيقة مدكرش هي يركب قاع راجع يعني هو قاع يعني هو الدارب ونقز منه ولا بالمقدار قال لي نوبة وانا في التلواد الارزاق وذاك اللشاق وفذا جو ابن المقداد يلا لي وفكر الارزاق جو ابن المقداد يلا لي وفكر الارزاق شحال لي نوبة وانا في التلواد الارزاق وذاك اللشاق وفذا جو ابن المقداد يلا لي وفكر الارزاق لا وسهل والمداح والمداحة والمداحة محمد محمد ج خالق راجل عنده علاقة بهلا دب ولا قط شاف نوعه وكان يسال في الج قدر من الدين وقال انه سياني عنده اخلاصه له بمات الاعشاب واخلاصه بالكلاب الهمه وعدل فيه شيء ما يجزد له حد وعدله بسترة وبضبطه مع المقاعد الثاني ذاك هو المخلص والأخبار تم تمشي ودي شمته بقى في الدار دين علم الجاع ذاك المخلص عنه فلان وجاك اللي تنبتغى ومشى مع علم الجاع قال له حد فلان أرى هوالك اللي كنت تسول عنه أرى هوالك كان هون في تنبتغى ومشى عنه قال لهم تنبتغى بعد اليوم مص من رزق المجادة
وفطن عن ذاك إلى أنقص معه كذب اللواد بيها مارقها باط شخص أصله من باب العادة بقع مارقها تنتقص وخرجها من زاد كيف قال السيدية اللي برد الأخلاق طلع عمالي فيها تضمين عجيب سيدية غريب سيدية صل غريب سيدية مدرسة عبد الرحمن منين يغيب اللي لهلو والله اللي لهلو يختير يجيب اسمع زين وشان وترقيب واسمع زين وترقيب وشان وكانوا عنده قاعد يجيب قبل يقيب بحصل مكان عبد الرحمن أهل الطلبة يعطيها ماله بالطلبة ولا يقلع على الطلبة زقبه وحسان ومخليها دكان ما بيكسر الطلبة وما يبيليها الحسان والإنسان لا قلب وتوصيف تصريف الرحمن في الإنسان غير سكي مزيان تصريف الرحمن عبد الرحمن تطبيل ما هو عادة تقول العميد هاك تلاهين باطنة نقول إن التجديد كي قلت الله اللي يطالوا مستويات الثلاثة المستوى الأول يتعلق باللغة للفاق يا الله يطرح فيه شو تستد أخبارنا المستوى الثاني يتعلق بالشكل اللي هو عروض الغناء وانا بعد ماني قاع من مؤيدينها غير ما عندنا بعد تقعد تعود موضوع للتجديد والمستوى الثالث يتعلق بالاغراض وبالمضامين من نفسها عن تطرا اغراض هاي المستويات الثلاثه هي اللي يقد يخلق فيها التجديد واللي بعد انا مهم عندي في كامل بعيدا عن الاغراض وكي قلت نعرف انها تخلخلت كامله لكن لم تسمجيها بما فيها الشكل اللي متعودين عليه يعني تسمع تفيتيت مثلا في التسعينات مع بودربال تسمع اغراض زوينه محاولات بعض تكسير النمط التقليدي من لغنا والبتوت انا عارفه انت تشوف شيء جديد وبما فيها اللغه اللي كنتوا انتم تحكوا مثلا لغه جديده تماما لوقتها اليوم وبما فيها المضامين مالي ليش ملاك تسمع غير ما فات كامل بلاغ مدى مازال لا محاولات والله المهم ان لغنا ما يبقى الورا المغني والمثقف عموما ميزته وفائدته يجبرها مجتمع ولا الين يعود متقدم على مجتمع وهو ينطر المجتمع مجتمع هو الين يعود مجتمع متقدم عليه يعود الورا يعود رسجي الخلطه وجرصول تلفتوا عليه ما حاطينه قاعد هو اللي انا وجرصول حلولي لك هو اللي انا خايف منه خايف يعود هذا فطن هو اللي كان يقول لك الاستاذ فن الشكل اللي يلا يقدم للشباب اليوم من اجل استقطابهم للماده التاريخيه والماده التراثيه هو تعدالها لهم والمثقف والثقافه هو عنك تقبض من المجتمع ومن الشباب اللي هو نخبه المجتمع واللي هو مولي الهرم السكاني قاعده الهرم السكان البلدان كامله اللي من مشاكله لبلادنا احنا بنسبه شباب 65% من المجتمع مجتمع شاب أنا مجتمع شاب والله المقاربات التاليه كامله قالت عن المجتمع 65% منه قاع الى 70% عنها شباب الله. وبالتالي هذا السواد الاعظم من المجتمع يعطيك تعدله كما قال لك الاستاذ روايه تستقطب بها وجدانه تستقطب بها مخيلته تستقطب بها ابداعه وخطاب جديد يقد تتقبلوا الاذان وتجبر له طبله اذن صاغيه مثلا هاي المسابقات اللي تعدل يلا مثلا لا تزرقهم بقاف والله بطلعه ولا كا تقد مره في الدور الاول والدور الثاني تعطيهم شيء مغيد في القدم ياك يعود عندهم مثال يعرفوا عنه كان خالد يا غالي مرات الثانيه يلا تعدلهم شيء جديد وتحاول قاعد كانهم يجيبوا لك شيء جديد من كلامهم هما ومن مصطلحاتهم ومن أصباغهم ورطوشهم هو المجتمع شنو والمبدع منهم المبدع ذاك اللي يقبل من المجتمع ليلو كيه ما ينقبل من يشير ليلو ما بكاه ولا قال بضاعتنا ردت إلينا تلا ليت تقبل منهم رواية وتطلع بها شرب ورجاك العاجي والله. ودير عليها أصباغ ودواتك ورطوشك وتردها يقول هو لا إله إلا الله مزيان تردهم غلب فبلاك لا إله إلا الله مزيان لهذا لينا احنا اللي نعرفه وندارنا في قالبنا وندارنا في لغتنا وندارنا في كذا وندارنا في كذا شوف إذا عندك يخلق في الغزل ويخلق في النسيب ويخلق في الوطنية لأن أضرب لك مثال شمبوس ويركات قرتوانة مثلا من مراد الشباب أنا قد نعود واحد منهم كيف يقول لك عزت بلادي لا بغيت عزت بلادي لا بغيت أقبل مجهر سهامي لعظامي تعرف ما بطيت عن عزتها فعظامي عزت بلادي لا بغيت أقبل
مجهر سياني مجهر محايد تعرف ما بطيت عن عزتها فعلاني عز الخاطيها ما نجد فمرو عليا ما يجد قاع ولا نقطع فيه بالدفار وعنه متعامي ونقز عليها من كرد في الويل حزامي حامي محامي عنها ما يقد عنها ينحل حزامي عزت بلادي لا بغيت أقبل مجهر سهامي لعظامي تعرف ما بطيت عن عزتها فعظامي عزت بلادي رش رش جد بالبال إلين انتعش عزت بلادي رش رش جد بالبال إلين انتعش وعزت بلادي ضي خش بالي غيرت خمامي حلمي الكبير اللي فيه عشت أحلى في الوهم أحلامي وعزت بلادي حق مشروع وله مطامي ونغني بيه وبيه نشعر لين نجيب أوهامي تمشي في عظامي كيف مشي لما في عروق الظامي عزت بلادي لا بغيث أقبل مجهر سهامي لعظامي تعرف ما بطيت عن عزتها فعلاني لا حاول تتوف عني هذا الكلام هاي هو اللي صعيب اللي كلام نعوض لهم به نعوض لهم به شقط سمعوا عني من محاولة في الرسم زاوجة بين الحديث والقديم فهم كلمات زمنية زينة وفهم مالي لغة حديثة فهم المجهر فهم مشروع دائما تموا ساد أنا نطالب دائما عن بعض من الوصايا اللي عندنا في تراثنا عنها تدخل مناهجنا التعليمية وصلنا فيه على سبيل المثال هون ما قاعد نربط وصل به خبيرا به الاستاذ خبير المناهج التعليمية الله يتبارك الله مثلا هم قاعد ما يفرقوا يسريني قالوا على سبيل المثال يقول لك مقتطفات من وصية العلامة بشير والمباريقي شهيرة تصل شهير يا قاع ما هي من الرجز يا الرجز قلت تو الشعراء قاع عنه الرجز لا عنه ما هو قاع ما هو من الشعر الفصيح احنا بعد حايزين ولعتوا معكم والله اللي حايزين مثلا عنده وصيه شهيره فيها الحث اولا على طمأنينة في الصلاة الله المزيد لا تنقري الأرض كنقري الديكي فذاك في علو الغافل الركيكي الله المزيد قايفهم ملي بأسلوب أسلوب بسيط شعب لا آخره لا تبركن في السجود كالجمل لديك لا تجعلهما نحو الكفل لا إله إلا الله ولا تكون فيها كثير الحكي وترك تثاوبا وصر الضحكي لا إله إلا الله هذا لا زريق وتوفي أداب المجلس ولا تحامر قلل المزاحة والضحكة واللعبة والتقراحة ويقول اللي هو معامل سائر الناس لا تشتري لا تبيع بدين إلا ضرورة أدت لشيء قل طالبه يبغض عند الناس وحمله وسيلة الإفلاس يقول في زيارة الإخوان زيارة الإخوان قل فضيلة مطلوبة إن لم تكن ثقيلة حتى ما عاد ثقيلة لكن خفي من أداب السفر إياك والإكثار من أسفاري تنقص من بركة الأعمار فحافظ أفضل من جيابي خير قوام من جياب جيب والتكو مثل الفاري في الغياب يرضى بميسور له في الغيبة ثم يرى معجل للأوبة وإن بليت برفيق ذي كسل في مضجع أو مجلس وإن أكل وطبعه العكس فإن هيتا أو إن أمرت قال كيت كيتا وهو شروب وأكون ذو كسل لا يحمل الدبش ولا يرعى الجمل وما به موزح من كلامي يغيظه لكثرة العظام عظام رشوك فاخفض له من كل جناح واسترا عيوبه بخلق منك حسن واعذره في الطعام والشراب واجعله مثل سائر الأصحاب شاوره في الأمر وكن طلق الجبين لكل ما من سوء خلقه يبين هذا ما لقده طويلة أنا أرى دائما عيت نقوله مرات وهلي عنها أكثر تأذير وأكثر منفعة في الدنيا والآخرة هي وأشكالها من قطتي صغيرة واسمها نميرة أمي سيسي رديني تظهر المهارة كي تصي دبارة كان المفروض عيدا اللي كانوا يشوفوا الكتب ذيك الساعة من مصر يالله نحن عندنا خبراءنا التربوي عندنا مطبعتنا احنا عندنا خبراءنا ماتينا فاصلين الله يتبارك ماتينا فاصلين
حاجة ملي شيء أنا والله اللي حق والولاد دي عم يخلق أنا ملي ما عندي مادة لابد لازم تحضري شوي والله يندرس نارك حالة نارك على سبيل المثال نارك على ولا تجانت عندنا بطرق اندثروا نارك ما تحد يعرف حتى من نحن أهل الأرض هم كانوا مثلا خارجين ومجد غير قاع مسمياتهم ذا نعرف بطلقات عبد الرحمن قال وقال حط طلعوا له يعطيه جميل شفت الطريق الشرقية من طريق تقانت وطول يرقيبة قال لها لول قال له؟ لول طريق الشرقية من طريق تقانت قال لول دخلت هنا بقيها وقال لها بعد علي هي ما هو دارك فيها وأنا ما هو خافي فيه لول دخلت هنا بقيها وقال لها بعد علي هي ما هو دارك فيها وأنا ما هو خافي فيه قاس بفار طريق الساحل يطرق تقانت وطول يرقيبة وعاد قصة طريق جايات ماشيين حق طريق الأول قال له بقي دكل وبهق الكلاب والمشرية هي وترابهم والبطحة ومعاهن قابل لما يلحوا الخمسانية وسماسهم اللي جت توا وخرهاك على الشرقية اللي قرون وخروفه ونقيناء أصحاب عزتهم في حمشية وقال كان عز وخاب في ديو عرفت ربية الأول ما الله الا طلع بعد علي هي ما هو ذلك ما خفي طلع القاف تعبه يلا يلا يطلع تعبه اللي قاس الارض دكل هي الساحل وتمي قص طرق ما تخطى واحد الى ينشل الاول على شاهد ان والله يا البعض يملي قلت له الحقيقه قال لي والله انا اللي ماني معاكم ان بعض يملي ما هو الى بس فرش معاه شوي لا يندرس نهائيا الله لا يندرس لابد من حد يتم الله يرد يلف الماضي يا الله اللي يلفت عليه الله غير مولي يا الله لا مدة تعود مولي تقدميه وتخرص القدام ومتفائله بالمستقبل وعارف ان اليوم شبه من يامس والصبح دور عود الله شبه ان شاء الله ان شاء الله وعندها ذاك التوجه للمستقبل بالتالي مهم في الماضي والمهم في التراث الا مدة تنقذك منه اللي ممكن انقاذ ذاك القاد منه يتفق مع العصر وذاك اللي منه مفيد وتقدر تتخلص من ياسر اخر ما هو ضروري والله ما هو مناسب العصر غير بعد ذا المفيد كامل ضروري وعلى ذكر قضيه لغنى فعلا احنا اللي بالنسبه للغنى كيف شال الاستاذ وشرطه العميد لغنى بلا قيمه من دون النقد لغنى اللي يعطيه قيمته النقد والنقد قلنا وسمى نقد مسمى نفس الروايه منها العمله النقد هو اللي يخلص به لغنى هو اللي يعطي المغني قيمه بضاعته ولذلك من دون ان يخلق نقد حقيقي ومنهجي ومدرسي ومبني على اسس علميه لغنى لا يتم لا ما هو مهم الناس ما تفاصل قاع منه زين ومنه ما هو زين وذاك يزهد المغنيين قلت شي زين صحيح الناس صحيح ما يقر فيه ولا وترى واحد قاعد شي ما ينفع والناس والله قفتهم تخيلها انه زين النقد هو الاساس ولا بد يبتنى على اسس حقيقي اياك قد يخلق نقد حقيقي وجاء هذا من جهه من جهه مالي فعلا ضروري الله المزيان ان النصوص القديمه اللي منها زين واللي الحقيقه ما يا الله يندرس يقدر اليوم يتلفاوه المغنيين بذاك القادين يتلفاوه به من شيء يتم يذكر به انا قد سمعت في المجال المقاربه مثلا مؤثره والله لفتين ثانيه ما خاص عليها شيء في نظري الاديب والمغني الكبير حمو ولا دب الاخير حمو ولا دب قط سنه ماضيه جاء المواضع من تقانتي المواضع القط الكرو للقصري بالنيار القصري كيف تعرفون القصري قال بالنيار في ذلو راعيه العقل ذاك الخلط عليه لديات وفوعدك به يامس هذا يبري تجلاش دهرك ذوم عقلت فيه زادت للأصحاب والإنتاج لا مازال في ذلو كارم ذاك رقا جرقا ومازالوا الفطاح والأحجار والقيع ومازال رقاش بلينيار وكان فم انسنت الطبيعه ومازال رقاش بلينيار رقاش سبحان الله عن الراجل ما تقرا الرمانسي حجره على الشكل رقاش هو انسان الطبيعه انسان الطبيعه اللي بعض الطير نقول ان حموا اولاد دبا اللي دائما يجيلنا الحمد لله الله وقف خيار جيلنا وقف قبال على الليل الماضي مات له فيها حد وتغيرت حالتها والاهم من ذا كامل ان رقاش بلينيار خبطته صاعقه رزه ودقدقته مالي ولات له على حال طيرك رزه ما قال انك حق الله اكبر قام مشى رساله لولي القصر قال بلينيار اللي قط اعطات في النعم والاعمار انهارت ولديات وفو الا طال بلينيار اللي قط اعطات في النعم والاعمار انهارت
ولديات وفولفات أعطى فلا ما بالنيار اللي قطعطات في النعم والعمار انهارات ولديات وفولفات أعطات من النعم والعمار انهارات الدنيا قفات مارتها راعي ذو كديا بالنيار لا بالنيار وفولفو راعي ذو كديا لديات لا لديات وفولفو وبالنيار لا بالنيار ولتات يولي القصر لوكا ينزل هديار استحفات من الأحباب التعرف الأخيار ومن الأصحاب التعرف الأخوت الأحباب ما يلصقهم عا وعقب عاد رقاش يموت رقاش التعرف في ديار بيلنيا عقب عاد رقاش يموت رقاش التعرف في ديار بيلنيا هذا ما يمتل منه والله ولا نقدو مثلا يكون تم ولا معصلين فيه ولا عدنا له 20 جماعة و 40 جماعة ما يقد يوفى ولا يقد يصحى ولا أن مالين من, من 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 هذا اللي إذا نبتوا ولا عندنا يكون إن مثلا نحاولوا كان نعلوه مرة ثانية وعلوا بعد ما يجبى إن شاء الله وتوفوا ورانا مثلا متواضعين لين إن شاء الله نعدلوا جماعة ثانية إن شاء الله نشدوا هذه الأخبار وهذه المواضيع الثمينة الله السلام عليكم ورحمة الله.